فيلمنا بيبدأ بقاتل واسمه زو يو، وكان في مهمة انه يقتل المقاتل اللي واقف قدامه واسمه جون، لكن جون ما كانش مهتم بيه وسابه عشان يمشي، بس جو رفض الآنة دي وقرر يقتله، والمعركة بينهم بدأت وكانت مليانة فنون قتالية حلوة لحد ما زو يو رمى سيفه فبدأ يتحرك لوحده جنب جون اللي اول ما شاف كده قال له انت هتلعب لي بسيفك؟ طب انا ما بعرف اطير انا كمان. والمعركة بينهم استمرت وجون بدأ يتفادى كل الهجمات، وكل ده لسه ما استخدمش سيفه. ولما حس ان المعركة طولت استخدم سيفه الذهبي، وده تسبب في ان زيو خاف وجون ما قتلوش وسابه وراح لمطعم عشان ياكل، لكن اتصدم من جمال البنت دي لما شافها وكأنها سحرت له وهو تاه في سحرها، والبنت طلعت نصابة واتضربت غاز في المكان وتسبب في ان كل اللي شموه اغمى عليهم الا هو. والبنت نزلت بسرعة وهي فرحانة وسرقت كل الناس اللي اغمى عليهم وهي طاهرة من الفرح، لكن استغربت لما شافت جون لسه فايق فقالت له يعني ما تكرهنيش لاني ما قتلتهمش، انا سرقتهم بس مش اكتر، وده عشان كنت عاوزة فلوس. بس قبل ما تمشي صعب عليها لانها شكت انه فقير ومحتاج فلوس زيها، فقالت له يعني بص انت بصراحة كده مز وعجبتني وخسارة اسيبك، تعال نشتغل مع بعض. وكمان اديته من الفلوس اللي سرقتها من الناس وعرفته على نفسها واسمها جيا. وفجأة في شخص ضرب عليها سهم مخدر لكن مسكته بكل بساطة، وبعد كده ظهر قدامها مجموعة مقاتلين عشان يرجعوها للمعلم بتاعها وبتاعهم، وده لانه عاوز يجوزها لشخص مقابل فلوس كتير، لكن هي رفضت وهربت منه. وعشان ما ترجعش مع المجموعة دي دخلت معهم في معركة، وكانت معركة مليانة فنون قتالية جميلة، وكمان جيا دمها خفيف جدا وبتعمل حركات طفولية وهي في المعركة لحد ما عرفوا يتغلبوا عليها ويضربوها. وقبل ما ياخدوها جون اتدخل وبكل بساطة علم على الأربعة، وكمان الكاميرا ما لحقتش تصور هو عمل فيهم ايه. وجيا فرحت وقفت جنبه وقالت لهم اعرفكوا على الحارس الشخصي بتاعي واختفوا من قدامي دلوقتي بدل ما اطلب منه يجيبكم من اللي غلغكم، وكل واحد فيهم خاف على لغلغه وهرب. والمقاتل زيو راح للمعلم بتاعه واعتذر له انه ما عرفش ينفذ مهمته وهي انه يقتل جون، والمعلم قال له يعني انت لما تعتذر انا هسيبك، وامر السياف يقطع راسه. وفي بنت راحت للمعلم الغامض ده وقالت له انا شفت جون وقابل بنت اسمها جيا ومتدربة عند المعلم سو هونج، والمعلم الغامض قال لها استمر في مراقبة جون وحاول تلاقي طريقة عشان تقبض على البنت اللي اسمها جيا. وجيا خدت جون وراحوا المطعم وكانت لسه مصممة تبقى واطية وحاولت تخدره، وهو كان فاهمها لكن وافق يشرب وهو بيبص لها بكل هدوء وقال لها انا هنا عشان انسى واحدة وكنت ببحث عن نوع من الخمور بيمحي الذاكرة وده عشان انساها للابد. وبعد كده فقد الوعي وجيا فرحت جدا وسرقت سيفه الذهبي وهربت، وجون بدأ يفكر في المعلمة بتاعته اللي كان بيحبها لكن اتخلت عنه وسابت له السيف اللي جيا سرقته وكانت لسه بتجري بيه وهي مبسوطة جدا لانه سيف ذهبي وتقيل ومش قادرة تشيله، وراحت لواحد اسمه دافين زو وده اللي بيشتري منها كل المسروقات اللي بتسرقها. واول ما شاف السيف اتصدم وقال لها مستحيل يكون معاه كده لانه اقوى سلاح في العالم، وحط ايده على نصله وما اتجرحش فتأكد ان هو ده اقوى سلاح وقال لها ده ما بيأذيش بشر لكن بيدمر اي سلاح بيقف في طريقه وده بكل بساطة. وبعد كده قال لها انت سرقتيه من واحد طوله متوسط وشعره اسود وشكله وسيم، فقالت له انت عرفت منين يا ابن اللعيبة؟ انت طلعت يلا بص شكلك طلعت شقي. فقال لها لا شقي ولا نيل، ده لانه واقف وراك يا عبيط. والبت يعني بقى شكلها بايخ وحاولت تخدر جون تاني لكن اتفادى سهم التخدير فكسرت حاجة في المكان، وعشان كده صاحب المكان ضربها بمخدر من ظهرها وقال لجون تقدر تاخدها وانا ماليش دعوة بيها. وجون خدها وهي نايمة ومشي، والمكان كان فيه مطر شديد وعشان ما تغرقش منه فضل شايلها على ظهره وواقف بعيد عن المطر، وبدأ يفتكر ذكرياته مع حبيبته وكان حزين جدا. وتاني يوم جيا فاقت ولقت نفسها نايمة عند دافن زو واستغربت لما لقت السيف الذهبي جنبها، ودافن قال لها جون سابلك السيف هدية بما انك بتحبيه، فتأثرت وحست بالذنب وكمان حست انها بتحب جون لكن حابت تعمل نفسها مش فارق معاها، وقالت لدافن ها هتدفع تمن السيف ازاي؟ فقال لها مش هينفع اشتريه لانه عربون حب ويستحسن تشرب الشاي ده عشان تفوقي من المخدر وتروحي ورا بسرعة، وده قبل ما يبعد لانه شكله كده بيحبك وبيخاف عليكي لانه فضل شالك طول اليوم على ظهره عشان ما تتأذيش من المطر. وجاي قامت تشرب الشاي بسرعة لكن كان ساخن فرمته تاني على دافن واعتذرت له بشكل امها الكيوت فشخ ده، وراحت ورا جون اللي فيه محارب تاني ظهر قدامه واسمه يو كونج وكان عاوز يقتله، وجون ما كانش مهتم بيه وفضل يكلم جيا، والمحارب ده كل شويه يقول له ممكن تتحداني وهما الاثنين مش مهتمين بيه وبيتكلموا لحد ما جيا اتضايقت منه وقالت له انت جبت الام صداع، ممكن تحاربني ممكن تحاربني ايه مش شايف اننا مشغولين؟
وكانت متضايقه منه جدا وراحت عشان تحاربه وقاومت معاه شويه، لكن في الاخر ضربها. وفي الوقت ده جون اتدخل عشان يدافع عنها، وجيا لقت قطعه ذهب وقعت جنبها فراحت تاخدها، وبعدها لقت واحده تانية وفضلت على الوضع ده لحد ما اكتشفت انها مغفله والمعلم بتاعها اللي كان بيستدرجها وقفشها وقال لها قلت لك كام مره ما تروحيش ورا اي ذهب يا قبلك؟ فقالت له انا افضل الموت وانا بسرق، بس مش هتجوز الراجل اللي انت جايبه. وجون اتصدم لما ما لقاش جيا وراه، فخلص على المقاتل اللي معاه بسرعه وراح وراها، والمعلم بتاعها كان مشغول في معركة مع واحد تاني، وفي واحد تاني برضو ظهر من وراه وخطفها في جوال. وجون وصل وشافه فراح وراه، واللي خطفها ده خاف منه فسابها وهرب، والمعلم بتاعها ضرب جنبها غاز واستغل الفرصة وخدها بالشوال وهرب. وهي قالت لجون ما يخافش عليها لان اللي خدها يبقى المعلم بتاعها، وكانت ماشية معاه وهي حزينة جدا ومش عاوزة تمشي لانها مش عاوزة ترجع وتتجوز الشخص اللي هربت منه. فسألها لو حبت جون وهي حركت راسها اللي هو اه، فزعل وقال لها لو عاوزة تروحي له تقدر تمشي دلوقتي. وقبل ما يكمل كلامه كانت اختفت من قدامه، وراحت لجون وخدته وراحت للفندق اللي هتعمل فيه مسابقة كونج فو ضد مجموعة مدارس لتدريب الكونج فو، والقتال هيكون بدون أسلحة واللي هيكسب فيها يبقى بطل المدينة في فنون الدفاع عن النفس، بس بشرط انه ما يدمرش اي حاجة من ممتلكات الفندق في القتال. واول قتال بدأ بين يو سونج وشونج شين، والقتال بدأ بينهم وكان قوي جدا وجميل ومليان مهارات وفنون قتالية عالية جدا كمان قوية جدا، وكمان كانوا بيحاولوا يحافظوا على ممتلكات الفندق سليمه لان اللي هيكسر حاجه هيخسر. وجون وصل مع جيا عشان يشوف القتال اللي انتهى بفوز يو سونج، وبكده هو اللي اتاهل عشان يبقى بطل المدينه في فنون الدفاع عن النفس. لكن قبل ما ياخد اللقب جيا طلعت وقالت ده مجرد عرض انتوا بتشتغلونا بيه عشان يو سونج يفوز باللقب، وده لانكم ما سمحتوش لاي مقاتل تاني يقدر ينافسه، وتسببت في ان في مقاتل تاني يطلب انه ينافسه، وكل الناس طلبت يو سونج بانه يوافق مش بكيفه يعني. وجيا فرحت وراحت تاني جنب جون، والبنت دي كانت لسه بتراقبهم، وجون خدها وراحوا يمشوا في الغابه وشكلهم اصطادوا فار وكلوه، ما هو ما يغركوش يعني البراءة اللي في عينها. وبعد كده كملوا طريقهم عشان يوصلوا للمشروب اللي جون هينسى بيه كل اللي محتاج ينساه، وجاي هي اللي دفعت له تمن المشروب، وصاحب المكان سأله انت محتاج تنسى ايه؟ وجون كان حزين جدا وقال له انا قتلت انسانة كانت بتحبني جدا، ودخل مع صاحب المكان وسابه جاي بره وهي بتفكر في كلامه. ولما خرج سألها انت ليه ما حاولتيش تعرفي انا قتلت مين؟ فقالت له انت طلبت مني اني ما تدخلش في شؤونك، وبعد كده قالت له يبعد عنها وسابته ومشيت، وهي طبعا نفسها انه يروح وراها، لكن كمل رحلته لوحده وسابها. وتاني يوم وصل لمطعم فقرر يرتاح فيه شويه، وهو كان قاعد يبص على المشروب اللي لسه ما شربوش. وجاي لما رجعت لمقر المعلم بتاعها لقيته متدمر وكان في واحد مستخبي، فقال لها ان في مجموعه هجموا على المكان وخطفوا المتدربين، والمعلم ما رجعش من وقت ما خرج عشان يرجعك، وانا سابوني هنا عشان اوصل رساله، وهي ان الامبراطور هيعين يو سونج بطل المدينه، وعشان كده لازم تتسللي للقصر وتسرقي ختم القائد العام عشان نحاول نرجع معلمنا والمتدربين. وجاي بدات تراقب يو سونج، ولما دخلت غرفته لقيتها مليانه ناس مقتولين ومنهم الامبراطور، وده كان كمين واتهموها في قتلهم، فاضطرت تهرب بسرعه. وجون بدا يفتكر المعلمه بتاعته وهي بتحاول تدافع عن حاكم المدينه من مجموعه قطاع طرق، وده كان قبل ما يقتلوه، وخلصت عليهم بكل بساطه. وحاكم المدينه شكرها لكن ما اهتمتش بيه، وقالت له اهم حاجه ترحم الناس من فسادك وتحاول تكون شريف، وسابته ومشيت. وفجاه جون فاق ولقى واحد في وشه وقال له في ناس دفعت لي فلوس مقابل اني ابرزك واقتلك، لكن جون رفض والشخص ده هجم عليه وجون بدأ معركته معاه. والمقاتل كان قوي جدا ومهاراته القتالية قوية، لكن كل ده كلام فاضي بالنسبة لجون اللي لسه ما استخدمش سلاحه. واول ما استخدم سلاحه دمر سلاح خصمه بكل بساطة، والخصم ده استسلم وقال له يعني تقدر تقتلني، لكن جون رفض وقال له انا محتاج اعرف مين اللي طلب منك تنافسني. وقبل ما يتكلم في شخص قتله بسهمه وهرب، وجون راح وراه بسرعة، لكن المقاتل ده عرف يهرب منه. وجون بالصدفة سمع صوت ناس كتير جنبه فراح يشوف في ايه، ولقى مجموعة كبيرة جدا بتحاول تضرب جيا وكانت بتقاوم معاهم لوحدها، فقرر انه يتدخل في المعركة. وفي مجموعة راحوا لها فقالت لهم اهو جالكم اللي هيقتلكم، وحست براحة نفسية. وجون ضرب شوية لكن اتجرح في دراعه فخدها وهرب، وكانوا هيروحوا وراه لكن قائدهم قال لهم بلاش لان شريكها اقوى مقاتل في الارض ويفوق قدراتنا كلنا. ولما هربوا جيا سألته انت ليه رجعت؟ فقال لها كان في مؤامرات ضد هي اللي وصلتني ليكي بالصدفة. فقالت له يبقى اكيد يعني ان كل ده حصل عشان هم عرفوا انك هتساعدني، وكمان كل دي خطة. وجون كان تعبان لانه اتجرح وخسر دم كتير، وكمان النصر اللي جرحه كان مسمم، وجيا بدأت تمتص السم منه ببقها عشان
ينقذه مع ان ده ممكن يتسبب في موته. وجون فاق وهي كانت تعبانه جدا واغمى عليها، وجون افتكر حبيبته اللي ماتت عن طريق انها شربت سم لانهم ما كانش هينفع يكونوا لبعض، وكانت شبه جيا بالظبط. ولما جيا فاقت جون قال لها البسي هدوم حمراء واستنيني بره المدينه وانا هقابلك واتجوزك لما اخلص مهمتي. لكن قبل ما تمشي لقى نفسه متحصر بمقاتلين كتير جدا من كل مكان، وكلهم تحت قياده يو سونج اللي كان هياخد لقب بطل فنون الدفاع عن النفس. وقال لجون انا عارف ان انت الاقوى في العالم وعشان كده مش هنتصرف معاك بتهور، ولو سلمتنا جيا لانها قتلت الامبراطور هنسيبك ونمشي، ولو انت مصمم على حمايتها كل مدارس الكونغ فو مجتمعه هنا ومش هتسيبك تخرج من هنا عايش. وطلع اللي مخطط لكل الفساد ده هو الراجل اللي المعلمه بتاعت جون كانت انقذته من قطاع الطرق قبل كده، وهو ده برضو نفس المعلم الغامض. والبنت اللي كانت بتراقبهم شغاله عنده وضربت جيا بسهم في قلبها فتسبب في انها خلاص هتموت، وقالت لجون شكلي مش هعيش واشوف اليوم اللي هتتجوزني فيه، وكانت بتعيط وقالت له انها بتحبه ومش خايفه لانها هتموت وهي على ايده، وان الايام البسيطه اللي عاشتها معاه كانت اسعد ايام حياتها، وانا لو طولت اكتر من كده اسيب الفيلم واقعد على جنب اعيط، وده لانها ماتت. وجون كان حزين جدا عليها والغضب كان مليء اكتر، وبدا يستخدم سلاحه قبل ما يبدا المعركه، واي حد كان بيقابله او بيقف في طريقه كان بيموت مهما كان عددهم او مهاراتهم لانه قوي جدا وفنونه القتاليه ملهاش مثيل، لحد ما خلص على كل اللي موجودين وجاله غيرهم وكانوا اكتر بكتير، لكن برضه خلص على كتير منهم بكل بساطه بسبب غضبه. والبنت دي حاولت تضربه بسهم فشافه وعرف ان هي دي اللي قتلت جيا، فطلع جابها ونزل تاني فوقها بكل قوته بسيفه وتاكد انها ماتت، وبعد كده دخل في معركه مع اخر واحد وهو يو سونج اللي ضربه في البدايه وكان اقوى منه لان جون تعبان من كتر اللي قتلهم، لكن شاف جيا ميته قدامه فتشجع وقام بكل قوته وخلص على يو سونج خالص، وكان لسه الغضب مليء وحزين جدا على جيا اللي ماتت وهو لسه بيفكر فيها لما كانوا عند الراجل بتاع الخمور اللي بتنسي اي حد كل ذكرياته لانها كانت قاعده بتلعب مع الكلب. والسيف الذهبي راح عند الملك القرد اللي كان شاف كل اللي بيحصل واستهزأ بجون وقال للساحره انتوا ازاي معتبرين ده اعظم بطل وهو ما قدرش يدافع عن حبيبته. وبعد كده السيف اتحول لعصايه الملك القرد اللي هيستخدمها بعد كده في كل معاركه، والبتاع دي قالت له الم الحب هو اول انواع المعاناه بتاعت البشر وعشان كده جيا اختارت تضحي بنفسها عشان حبيبها، وده يثبت ان حبها غير اناني. وقالت له بعد 500 سنه جون هيجي لك وهو معاه الاسوره الذهبيه، وانت لما تلبسها هتبقى مضطر تساعده عشان تحمي عامه الشعب من العذاب، وسابته ومشيت.